السلام عليكم، صباح الخير اخوتي، كي صبحتوا؟ كلشي بخير، نتمنى كاع تكونوا بخير، ونتمنى من الله تكون الصحه ديالكم على ما يرام كما كيقولوا، والله يجعل ربي يحفظكم ويعزكم ليا. والمهم جيناكم عاوتاني موضوع جديد، موضوع اللي هضروا عليه الناس، قال لي ودي حاول تهضر فيه، وانا ديجا كنت هضرت فيه، ولكن هضرت فيه بالنسبه للناس اللي عندهم اوراق، وكنت لمحت في واحد القضيه على بالنسبه للناس الحراقه هنايا، راه حتى هما يقدروا يجيو يخدموا هنايا وما كاين حتى شي مشكل. غنحاول نهضر لكم اخوتي اليوم على الخدامي اللي تقدر تخدم فيهم هنايا وانت حراق، وشحال كيما نقولوا شحال يقدر يوصل الصالير ديالك شهريا. المهم الخوت، اول حاجه مهمه بالنسبه للانسان اللي كيجي هنا يلاه يدخل جديد، خويا الا جيتي هنايا ودخلتي جديد راه ما عندكش مشكل، راه كتمشي كتقلب على خدمه وكتلقى خدمه، سوا درتي اللوجو سوا ما درتيش اللوجو سوا كنتي حتى براعك. يعني هنا في بعض الحالات كيجي الانسان هنا براعو خصو يمشي هو يقلب على خدمه، لي زونغلي ما غايجيبوش لك خدمه هما حتى للدار، يعني هذه حاجه مفهومه وراك ديجا هضرت فيها. الناس اللي تفرجت في الفيديوهات الاولين راني ذكرت بزاف المعلومات على الناس اللي براعهم هنا وكيفاش القضيه ديالهم هنايا الى جاو جداد. المهم الانسان كيجي لهاد البلاد هادي سوا قدم اللجوء ولا ما قدمش اللجوء، الخدمه كاينه خوتي هنا، الخدمه ما نقدرش نوصف لكم كيفاش كاينه الخدمه هنايا، يعني عزل وتشرد، يعني تعزل وتشرد، سمحوا لي الخوت انتم كتشوفوا يلاه نص، عزل وتشرد اخويا، قدرت تخرج من الخدمه دابا من بعد ساعتين دبر خدمه. انا صرات لي صراو لي امور في شي خدامي كنت صاري فيهم وبدلت شي امور صارت لي في شي خدامي وبدلت الخدمه ديالي. تخيلوا خرجت من داك الكراج مشيت واحد من با واحد الساعه لقيت خدمه اخرى، وقال لي السيد اجي الغد لي تخدم على راسي. يعني باش تعرفوا الحجم ديال الخدمه هنا في الانجليز، اللي يقول لكم هذيك القضيه قال زربنا وعلاه وسالاو راه كذبوا عليكم اخوت، بس مازال كتبني وتعلي، مازال كتخدم، مازال كتبني في البنيه التحتيه. المهم الانسان كما قلت لكم يجي هنا سوا دار اللجوء ولا ما دارش اللجوء كيمشي كيدبر على خدمه على كراج كيمشي. اي واحد اي واحد كتسولو كتقول له ام لوكين فور ورك ام لوكين فور ورك، حيت هو ما غيحتاجش اللغه ديالك، كتمشي كتقول انا كنقلب على خدمه، كتقول لك يقول لك اوكي فوارا، كيكون افغاني ولا باكستاني ولا الباني ولا هندي ولا مصري ولا مغربي، كيقول لك فوالا اجي غدا تخدم على راسك. اوكي صافي غد لي كتمشي كتخدم على راسك معزز مكرم ما عندك حتى شي مشكل. هذه من الناحيه اللي قلتها لكم. ناحيه الاثمنه اخوتي، علاش كنقول لكم الانسان واللي تفرج في الفيديوهات اللي سبقوا كنقول لكم اخوتي الصنعه، الصنعه اللي عنده الصنعه راه مزيانه، بالاخص الحلاقه، بالاخص الميكانيسيان، الحلاقه، تريسيان، بلومبي، بناي، نجار، خوتي راه بتخدم بصنعتك هنايا، راه تخدم هنايا بصنعتك وتخدم معزز مكرم، فهمتوني؟ ولما عندك الصنعه راه كتخدم كما كنقولوا تخدم في الريستورات ولا في القهاوي تغسل الطباسل ولا كذا، كتبدا تغسل الطباسل معاهم ومن بعد كتبدا تطلع في الرتبه ديالك، يعني بشويه بشويه حتى كتعلم. نهار كتدخل هاد لي ريستورات هادو راه ما كيعطوكش من النهار الاول طيب الماكله، كيبداو يعطوك تغسل الطباسل وكتبقى غادي كتطلع في الرتبه ديالك مع الوقت. وهادشي اللي كاين اخوتي كنقولوا لكم، ولا الرتبات اخوتي راه كتبدا لما عندكش كيما نقولوا ما عندك الصنعه، مثلا غتمشي تغسل الطباسل تقدر تغسلهم كيما نقولوا ب 40000 فرانك 50000 فرانك اللي هي 50 بوندا 40 بوندا انجليزيه، راه كتخدم بها في النهار معزز مكرم، كتخدم 8 السوايع ديالك هنا في القانون، كتخدم 8 السوايع ديالك وكتمشي لدارك تخدم من 8 الصباح مثلا كتخدم حتى لديك 4 العشيه كتكمل. بغيتي تخدم دوبلي غتخدم دوبلي ولا تخدم 4 السوايع زايدين، كاينين لي باترون هنايا يقدر يزيدك 4 السوايع وراك خدام على راسك. هذه هي الحاجه المهمه. والحاجه اللي زوينه بالنسبه للحراقه هنايا عندهم واحد البورسونتاج زوين، الناس اللي هنا خوتي خدامه براعها وعندها كيما نقولوا ريقلو هنايا في هذه البلاد راه كتخلص الضرائب بزاف، هذه البلاد فيها الضرائب اخوتي، راه تحرك تخلص الضريبه. يعني اش بغيت نقول لكم، الانسان بغي يكون بلا وراق في هذه البلاد خصو يستغل الفرصه، خصو يخدم على راسو، يخدم 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 ويخبي ويخدم يخبي ويخدم يخبي حتى
حتى كدوز واحد الفتره واحد 5 سنين 6 سنين كتلقى بخير وضمن واحد 70% في المستقبل ديالو زعما صافي ما كيبقاش على بالك كي طابت كيتحرقت. يعني هادشي اللي بغيت نقول لكم. والناس اللي مثلا اللي عندهم الصنعه راه كتجي اخويا هنايا كتخدم في صنعتك معزز مكرم بحال دابا البني راه كتوصل حتى 1000 درهم 1200 درهم على حساب شنو كتخدم على حساب شنو كتخدم. يعني اللي براتيك اللي عندك الصنعه اللي عندك في يدك راه كيخلصوك على هاد الناس وبالاخص الا خدمتي مع النقازه ولا مع الالبان ولا مع الرومان ما يضيعوكش كما العرب. العرب يضيعوك عارفينك انت حراق وبلا وراء وكذا واخا انت عندك الصنعه كما نقولوا عندك صنعه تاع الذهب ولكن هما العرب كيبقاو ديما حقاره كيحقر على خو فهمتي. روماني غيجي يخدم عنده غيخلصو ب 100 مغربي غيجي يخدم عنده غيخلصو ب 60 ولا جزائري غيمشي يخدم عنده غيخلصو ب 60 وهاد العاده القضيه راه كيعرفوها الخوت انا اللي عايشين. بصح المهم كتخدم المهم كتخدم وما كتمشيش كدير شي امور خايبه ما كتمشيش كتشفار ولا كتبزناز ولا كدير ديال عباد الله. هادو هما الاهم حوايج وهادو هما اللي خليو الانجليزي يصيفطوك لبلادك. راه هنايا تجي تخدم واخا يحصلوك نقازه مزور وراء وخدام ما عندهم ما يديرولك. راك انت بالنسبه ليهم واحد الراجل مسالم وباغي تعاون راسك ولكن الله غالب كما كيقولوا ما عندكش اوراق وما كيقولوك راك شوف هاد السيد هذا واخا هكاك ما عندوش الوراق وشوف باغي يخدم. كيشوفوا نماذج اخرى ناس عندهم الوراق وباركين كيتمنيكو كيتسطاو على الدوله الانجليزيه وكياخذوا في الشوماج ومريحين. يعني راه هما كيعدوا ما يعدوش ما يطبقوش معك القانون ولكن في نفس الوقت هاد الناس ما عندهمش الدين عندهم الانسانيه كيشوفوا منك من واحد الناحيه انسانيه بلي ان هاد الانسان هذايا راه واخا هكاك جلد البلاد وبغي كيما نقولوا ينسجم وينضابط وباغي يدخل معنا في السيستم وباغي يخدم. وهادشي هذا راه تقدروا تسولوا على اي واحد راه هنايا واخا يشدوك بالوراق ما خدامش راه ما عندكش كاع المشكل اخويا. واحد القضيه اخوتي راه باغي نقولها لكم حتى هي الا لاحظتوا بلي اني ما كنجبدش البنات خوتي راه هاد الهضره هادي منطبقه على البنات وعلى الرجال لا ميم كيف كيف كي البنات كي الرجال هادشي واش كيتسناهم هادشي واش كيخدموا. والدريات الدريات كما كنقولوا راه فين ما كيمشيو كيديروا بلاصهم. الدريات تقدر تجي هنايا تخدم كما كنقولوا في مساعدات ديال الاطفال يعني تقدر تخدم كما كنقولوا يعني مربي ديال الاطفال كاينين هنايا كتمشي كتقيد هي في واحد المكتب يعني بغيك يكونوا عندها الوريقات ديالها كتقيد في واحد المكتب و صافي وكتسنى حتى نهار يعيطوا ليها كيقولوا لها فوالا راه كاينين واحد جدرين قالزه ولا واحد جوج دراري طاليان ولا سبليون الوالدين ديالهم راه بغاوك تعتني بهم وتبقاي مقابلاهم حتى يرجعوا من الخدمه. صافي هاد المراه هادي كتبقى تمشي كتقابلهم في الدار لمده 8 السوايع ولا 7 السوايع حتى كيجيو والديهم ومن بعد هي كترجع لدارها. وعاوتاني كاين اللي كتخدم عاوتاني كونسياجا كتجي هنا كتخدم كونسياجا في شي عماره عندك ثلاثة المرات في السمانة كتجي كتنقي العمارة يعني كيسيقوا العمارة وكذا راكم عارفين الخدمة تاع الكونسياج كيفاش دايرة. وداك الشيء تاع الريستورات والقهاوي راه كاين البنات كاين الرجال يعني راه تجي هنا اختي تخدمي ستي كيفك كيف الراجل معززة مكرمة والمرا راه هنايا المرا خوتي راه مقدسة في هاد البلاد المرا مقدسة راه هاد البلاد حاكمها مرا يعني مرا بغيت كتجي لهاد البلاد مفتوح لها بزاف الابواب كاينين بزاف الجمعيات كيعاونوها واخا تكون حراقه واخا تكون هي حراقه سمعوا لي مزيان يعني المراه هنايا في شكل كيعاملوها بواحد واحد الطريقه في شكل وبالنسبه لي انا تستاهل. علاش تستاهل اخويا حيت اصلا هاد المراه اللي حاكمه هاد البلاد خادمه هاد البلاد اللي عايش فيها انايا وكناكل في حقيات انا وكناكل في الغله كيفي كيف العالم وكيفي كيف كاع الناس اللي عايشه هنا يعني باش تفهموها انا بصيفتي حراق في هاد البلاد يعني تعيش هنايا في هاد البلاد هادي. والصراحه قال لك ربي نصر الله قوما حكموا بالعدل ولو كانوا كافرين. الناس هادو حاكمين بالعدل كما كنقولوا نمله ما كتضيعش اخوتي في هاد البلاد. يعني باش نفسر لكم هاد القضيه وتكون على بالكم اخوتي وخواتاتي راه هنايا كاينه الخدمه والانجليز بلاد الخدمه ومن زمان معروفه في التاريخ ديالهم وفي الهيستوري ديالهم نقازه الخدمه الخدمه يعني راه حاجه هذه
نحاول ما نزيدش نهضر عليها. انا قلت لكم الاثمنه كيفاش الخدامي كيفاش كل شيء، وراه كاين الناس هنا كتخدم جوج خدامي، يعني الانسان الا عنده واحد القدره وعنده واحد الصحه ومازال صغير وكذا راه يجي هنا يخدم جوج خدامي، يخدم مع هذا 8 السوايع ومع الاخر 4 السوايع. كنعرف واحد المصري كيخدم اخوتي 16 ساعه، يعني تخيلوا 16 ساعة هو كيخدم اخوتي، كيكمل 8 السوايع الاولى كيشط الطوبيس مسافة نص ساعة كيمشي في الطوبيس كيهبط في الخدمة الثانية كيدخل كيكمل كيمشي للدار ديالك كينعس كينوض الغد ليه الخدمة الاولى كيكمل فيها عاوتاني 8 السوايع الخدمة الثانية او غادي هكداك. تبارك الله راه بخير دابا في مصر وكذا، واخا هو عنده الوراق ديال هنا وعايش هنايا وكيخدم كيخدم تبارك الله كيخدم. يعني انسان هادشي بغيت نقول لكم، الانسان هنايا اللي يخدم واللي عنده الكتاف واللي ما كيعولش على والديه وكي وموالف يجبدها في البلاد راه غيجي هنا اخوتي راه على حسابي. الا ما خدمتيش جي لعندي اخويا انا نخلصك انا نخلصك. الا هذا الكلام هذا اللي قلت لكم ما لقيتوش في الانجليز ما تسمحوش ليا قدام الله. نتمنى لكم حظ سعيد اخوتي، نتمنى لكاع خوت اللي باغا تدخل هذه البلاد تدخل. فوتوا عليكم حاجه وحده، المشاكل بصفه عامه، المشاكل بصفه عامه، عندك المضاربه عندك الشفره وعندك هادشي ديال الطوبيس تخلص اللوازم ديالك ديال الطوبيس وكذا، راه ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاينش اللي يهضر معاك في هاد البلاد، ما كاينش اللي يهضر. ها انتم شوفوها الدنيا ديجا خاويه، يعني خارج مع 9 الصباح الدنيا خاويه، اليوم راه طلعت الشمس مزيانه. شوفوا ما كاينش يعني هاد البلاد هادي قسما عظما الى صراو لي امور في هاد البلاد هادي الى بقيت حال فمي. بلاد الامن والامان، بلاد الامن والامان، ما تجبدش راسك، ما تدخلش راسك في شي امور اللي ما غتقدرش عليها. نتمنى من الله تكون الرساله وصلت لكم اخوتي، راكم عزاز راني غادي معاكم موضوع بموضوع او ثاني. راه الوقت كما كتعرفوا انا راه كيغلبني ربي، راه كندير لكم فيديو وعلى الراس والعين اخوتي، وتحياتي لكم وزيدوا دعمونا وكتبوا لنا كومونتير والله يجعل ربي يحفظكم لينا والعز.